لكن هجوم وسخرية كبيرة من نوع آخر تعرض لها الدوزي بعدما نشر بوست على إنستغرام للترويج لعمله الجديد. كتر استغربوا من أسئلة الدوزي الذي أصبح مؤخراً نشيط في السوشيال ميديا ولكن بطريقة مختلفة. كنقدم لكم الموديل واللي هي بطلة الكليب الجديد، يا ترى شنو لون شعرها؟ هذا ما نشره الدوزي للترويج لأغنيته الجديدة وقد يكون نجح في لفت الانتباه، فالبوست حقق أزيد من 600,000 مشاهدة. فالبعض سخر مما كتب باعتبار أن شعرها واضح في الصورة، وآخرون تفاجأوا من السؤال لاعتباره تافه، والبعض قالوا له أبهرني منشورك. البعض كتب نتمنى ما تكونش أنت اللي حطيتي هذا السؤال، إذا كنت أنت راك وصلتك عدوى ديال التفاهة اللي كيعيشوها بزاف ديال المشاهير هاد الأيام، خليك نقي. وبعد هجوم كبير تم تعديل البوست وأصبح كنقدم لكم الموديل واللي هي بطلة الكليب الجديد، وأضاف ديال دوزي، وكأن المكلف بحساباته هو من كتبها وليس دوزي، ويبدو أنه تدارك الأمر. دوزي مؤخرا أصبح أكثر نشاط في هذه المواقع، وكان طلب من جمهور يوصلوا لأزيد من 10,000 تعليق ليكشف عن حبيبته، وبعد وصوله للرقم قال أنها والدته. صدمة البعض من أفكار دوزي وطاقمه جاءت بناء على تصرفاته التي كانت مدروسة، لكن على ما يبدو استراتيجيته الجديدة لم تنل إعجاب كتر. والدوزي كيعيش نجاح أغنيته خليك معايا واللي احتلت المركز الأول، وأغلب الفنانين فعلا كيعانيوا من التعليقات والسخرية اللي كيتعرضوا لها، مثال سي مهدي اللي نزل عمله الأخير ومع ذلك لا يزال يتعرض للمضايقات والتنمر على صوره بدون سبب، واللي كان صرح لنا في لقائنا معاه أن ما يقع معه غير عادي.